لا، أنا في تصوري طبعا مصر موقفها سابق. أولا مصر موقفها متطابق جدا مع روسيا فيما يتعلق بهذا الأمر، حلو. وقف إطلاق النار، حل القضية الفلسطينية حل جذري، هو حل الدولتين المتفق عليه من المجتمع الدولي. ولذلك أنا شايف أنه الموقف المصري والموقف الروسي وتطابقهم من الممكن أن يكون لهم تأثير كبير جدا. وطبعا فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار دي مسألة جوهرية قبل أي عمل أو قبل أي إجراء آخر ممكن يتخذ، طبعا للحفاظ على أرواح المدنيين والمواطنين العزل اللي مات منهم عدد كبير جدا. طبعا مصر وروسيا من البداية على فكرة أعلنت إن هي مش يعني مع وقف إطلاق النار ومع حل الدولتين، والشرق الأوسط لن يكون خاليا من الإرهاب تماما إلا بحل القضية الفلسطينية.